السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا شباب؟ اليوم عندنا ألعابكم وعندنا لعبة اسمها Bridge Constructor Stance. Bridge Constructor Stance، عشان ما حد يقول لي أنطق اسم الألعاب صح يا أحمد. مهم، ما عجبتكم اللعبة الماضية اللي لعبتها اللي هي WWE، واقترحتوا لي لعبة يا شباب اسمها WWE Super Cards. لعبة مع احترامي الشديد بايخة، ما ينفع اسوي لها فيديو يا شباب. اوكي اخذت لايكات كثيره لكن ما ينفع اسوي لها فيديو. هذا لعبه البريدج، اقتراح شخص رهيب اسمه كايزر سوزي. المهم فاللعبه هذه مره خرافيه ترى، حتعجبكم. اوكي ايش 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 نظام اللعبه؟ نظام اللعبه يا شباب تسوي لك جسر وتخلي السيارات تمشي، بحكم انه يعني يا اخي هنا عندنا في السعوديه. اوكي اصبر، بحكم انه عندنا هنا في السعوديه يا شباب الجسور يعني تقعد سنين يا ولد، والله سنين، والله اني في اعرف جسر قعد سنوات عشان يضبطونه. طيب يا اخي خلينا نتكلم عن اللعبه. اول شيء فوق عندك اللي هو بريدجز، عندك 7000. طبعا كل ما مشيت، كل ما سويت قطعه او خشبه مشيتها تنقص من 7000 هذه اللي عندك او تزيد. معليش اذا وصلت 7000 يعني ما عاد يمديك تضبط لك خلاص. ايش بو ذا؟ اي اصبر. طبعا في تراجع هنا، تضغط كذا ريوس على السهم الاخضر وترجع. اوكي طيب ممتاز، حلو ضبطنا الان الطريق. اوكي كويس حلو. طيب بس الان نسوي اساسات تحت الجسر عشان ما لا ما كان قصدي كذا والله. ممتاز، لا حلو، ليش ليه يا ابني؟ اوكي يلا نجرب. لا نجيب سيارة نشوف. ايوه يعني ها الجسر ها ها ها. اوكي يا سلام يا اخي، ياي ممتاز. اوكي الجسر اللي بعده، طبعا يعني كذا اللعبه هذه عيال كاتبين عليها للاذكياء فقط. اوكي فانت تعال اختبر ذكائك هنا وشوف كيف حتصمم الجسر بحيث انه ما يطيح. اوكي شوف شباب اللعبه جدا ممتعه. اوكي وتقدر تحصل روابط اللعبه تحت عندي في الصندوق، في صندوق الوصف، فلا تصير نفسيه وتقول اللعبه بايخه وتقول طفش امنا. اوكي العب اللعبه واستمتع، لعبه مجانيه ببلاش حاطين لك اياها، وانا اصلا ما سويت السلسله هذه الا عشان تستمتع. انا اصلا ما انزل الا عشان تستمتع، لو حاجه بايخه ما راح انزلها. المهم خلينا نركز في هنا. طيب احنا الان سوينا اساس البريدج. اوكي خلينا نطول، اول شيء خلينا نصير الطريق ايوه، وبعدين نبدا نضبط الاساسات حقته. انا الجسر الماضي ما كان 100%. خلاص الان احنا ضبطنا الطريق وضبطنا اشياء تحت، اتوقع لو سوينا كذا خرفت شوي انا. ويمديك ترجع. اوكي هو عادي انك تصنع يا عيال. اوكي انك تسوي جسر، لا هذا خطا، وانك تخطي فيه قبل ما تخلصه احسن من انك تخطي فيه لما يجي الناس يعني يمروا فوقه. اوكي انت عادي يعني اخطي الان، بس اهم شيء لما الناس يجوا، يعني في عائلات بتمر بسياراتها. اوكي هنا نوصل هنا، اصبروا ايوه ممتاز فوق لسه باقي لنا احنا جبنا 14000، باقي لنا 27 او باقي لنا، اصبروا انا ابغى اركز انا عشان لا اجيب ام العيد في الجسر، احس الجسر هذا ملخبط حيطلع. طيب نجرب يا ابن حلال، صل على النبي صل على النبي، لا 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 وش المشكلة؟ هو طلعت المشكلة هنا يا عيال، طلعت المشكلة هنا في هذا الجهة. اوكي خلينا اجرب. ايوه ضبطنا هذا، ضبطنا هنا، نجرب الان، نجرب روح. ليش يا اخي انا يعني؟ طيب اصبر. اوكي يلا نجرب، بسم الله. طيب
طيب اصبر اصبر. لا انا شكلي بعيد بناء الجسر من جديد. آه! مره صعب هذا الجسر. ايوه خلاص كذا احنا عندنا الاساس. طيب ايش اسوي الان؟ انا بحاول اني اسوي نظام المثلثات. عرفت نظام المثلثات ايش هو؟ خلصت عيال خلصت. هذه نوصلها مع بعضها، هذه نوصلها مع بعضها، هذه مع بعضها هنا، هذه مع بعضها هنا. طيب ايش ناقص يا اخي؟ الجسر كذا كانه كويس كانه. طيب نحط هذا هنا. اوكي كويس انا ضبطت. او باقي لي شويه دقيقه، بما انه باقي لي 27000 فعادي خليني اخرف الجسر اللي انا ضبطه. نعم. واو نجرب. بسم الله تكفى لا 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 ايه ايه ضبط ضبط. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي اوه تكفى. يلا 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 تكفى. هو المنطقة اللي هناك فيها مشكلة شوية. يلا ياي ياي يس يس. ضبطنا الجسر يا عيال، الله اكبر تاز. الجسر اللي بعده. هذا الجسر معطيني 19000 قطعة او ما ادري ايش يسمونها. ممتاز. اتوقع هذا الجسر سهل مرة، اتوقع مرة مرة سهل. شوف لا هذه خطأ، لازم ارجع شوية. ايوه بالضبط تاز. لا ارجع شوية. خلاص كذا الجسر ممتاز. يلا نجرب جرب. اوه صح 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 يا عيال، هذا بيعطيني كيف النظام. اوه ها حيزبط حيزبط. يا اخي ليش يا اخي ليش؟ خلصنا. يلا خلينا نجرب خلينا نجرب خلينا نجرب. يا اخي اللعبة دي تقهر، تلحس المخ شوية. يعني حتى العيال حاطين لك مربعات كذا على اساس انك انت مثلا لو كنت مهندس معماري يعني تحسب المربعات وتسوي بالضبط وكذا، لكن انا مهندس معماري ولا شيء. بس يا شيخ خسون والله. فهمت 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 مره مره فهمتها 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 يا عيال فهمتها. اوكي المربعات النقاط هذه احاول اني اخليها قريبه من بعض. والسبب ليش؟ انه لا جيت اسوي مثلثات حقت الجسر تكون قريبة من بعض وتصير ايش؟ زي ما اقول لكم يعني. الان 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 تشوفوا عبقريتي يا عيال. الان تشوفوها. لا يا ابني لا يا ابني لا. ايوه بالضبط. والله اني حق جسور يا ولد. صح؟ اصبر انا قاعد هايط وما وصلنا لدق الخشوم. ممتاز. يا شيخ اصفقني على وجهي لو طاح المرة هذه. نعم. قايل لكم يا ولد. واخلي الشاحنه كمان تمر من عنده يا عيال. ها من كثر الثقه يعني. شوف شوف شوف. الله امشي يا ولد. ها يلعب شويه الجسر لكن لا باس لا باس ما في مشكله. الله اكبر سلام. الله 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 الله, الله. واو شكله يا اخي الجسر اللي بعده غثى. الله يغث الشيطان. زي ما قلنا يا عيال هذه المربعات تكون قريبه من بعض. اوكي طيب خلاص الان احنا ضبطنا الطريق. ممتاز. هذه انا لخبطت فيها شويه لكن عادي عادي عادي. طيب عشان يكون الجسر كويس لازم نسوي مثلثات. اوه هذه بعيده طلعت. يا الله شكله بيطلع الجسر كلب. نجرب. طاح كله خربان. طيب الان الطريق ممتاز مره. ما اتوقع احسن. شوف حتى ضبطت يا عيال كلها فرق مربعين بين نقطة وبيضة ونقطة بيضة فرق مربعين. اوكي اوكي خلاص كذا احسن جسر في العالم. بنت دورين. اوكي خلاص بنت دورين يا عيال للجسر. كفو. المرة هذه أبى أبني الجسر حبة حبة. أوكي
حبة حبة من البداية. فأول شيء حسويه أسوي عمود هنا، أسوي عمود هنا، أبى أسحب على هذاك. أوكي أصل الآن نبدأ في الطريق. يا سلام هذا هنا حلو مرة. يلا نشوف. بس فهمت 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 ولد فهمت 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 فهمت. حلو حلو ممتاز. الجسر شكله كذا خرافي اصلا. اكفى يلا خلاص تفش تنل. ايه ايش بامك. يلا ليش ليش يا اخي. ها 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 ايوه هلا بالعيال. لا اصبروا يا عيال. لا لا عرفت فيها مشكلة. هنا هنا ها كيف دحين. تكفى يا اخي شبو امك انت يا جسر. ايوه ايوه ليش خلصت بطارية الكاميرا وانا ما خلصت. يلا والله تراني طفشت وانا اسويها. يلا بس تستنج الان. انا داري ان الجسر داري ان الجسر بيضيح. يلا خلينا نجرب السيارات. لا اوه لا لا كانت تعدي السيارات. يوه اوكي شباب اتمنى عجبكم المقطع. رابط اللعبة تحصلوا تحت في صندوق الوصف. اقترحوا لنا العاب كويسة يا شباب، نبغى العاب خرافية. اي لعبة خرافية مرة ممتازة الواحد يستمتع انه يلعبها اكتبها لي، حتى لو ما تجيب تعليقات يا ولد انا راح اخذها والعبها واجربها عندي. اوكي زر اللايك، تابعونا حساباتي تحت، لا تنسى تشترك في القناة.